مثل ما جنابك تعرف هناك يد طولة في محافظات الوسط والجنوب من قبل حكومة المركز، بينما الأمر مختلف تماما في حكومة يعني في الحكومات المحلية لمحافظات الشمال. ما هو السر وراء ذلك؟ يعني شنو يعني بطريقة وأخرى أريد نعرف من جنابك شنو وسر صمت الحكومة التنفيذية عن اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية مثل ما جاي تعمل في محافظات الوسط والجنوب؟ خليني أخذ جواب الأخ الدكتور حيدر. وجود البارتي هذا الوجود طبيعته التخريبية، طبيعته التمردية إذا جاز التعبير، تجعل الحكومة الاتحادية القوى السياسية الشيعية تحديدا في بغداد تتعامل بحذر مع هذا الحزب. هذا الحزب في 2017 دكتور عذرا لمداخلتك، يعني شنو هم يعني مثلا تتعامل بحذر؟ هم لازمين على حكومة المركز لازمة؟ يعني اكو فشل؟ لا لكن هو الجهه المتمرده، الجهه تسبب الاذيه، تسبب الدمار، الخراب. يعني من وضع يده في يد داعش في 2014، من كان متكفلا ببيع النفط لداعش، هذا يمكن ان يذهب بالعراق الى الويلات. لذلك التعامل يجب ان يكون بحساسيه، لا بالعكس، هو لم ينزل شيء على الحكومة الاتحادية ولا على القوى السياسية الشيعية، بالعكس. طيب. اليوم العملية السياسية، المشهد السياسي في العراق، نعيش حالة البناء الشيعي للدولة الاتحادية. هذا البناء الشيعي الذي هو مستند بالأساس على الدستور والقانون لا يمكن الحزب الديمقراطي. لذلك القوى الشيعية ستكون بكل تأكيد، وهذا حقها، حذرا في التعامل مع هذا الحزب. اليوم أي تعامل خاطئ بين قوسين مع هذا الحزب سيثير ورقة داعش مجددا. أحد قياداتهم اليوم قيادات الحزب تحديدا ومن الأقرباء رئيس الحزب كان يتحدث علانية أن الداعش، يعني أستاذ فائق، حكومة المركز تعلم بهذه التفاصيل؟ طبيعي تعلم، طبيعي. طيب. تعلم أن هذا العنصر فاسد ضمن العملية السياسية، لكن واقع الدستور والقانون والدولة الاتحادية والعراق كدولة مكونات والفيدرالية العراقية تجيز له المشاركة في هذا، لكنه حتى إن شارك هو عنصر تخريب بدرجة أساس. قوته ليست في قضية المقاعد والكراسي، قوته كما تفضل دكتور حيدر في أنه لديه دعم إقليمي ودولي ضد العراق. أي مخطط، قلت بداية، مخطط 2014-2017-16 أكتوبر في كركوك كان مؤامرة تنفذ به، فبالتالي يجب التعامل بحذر مع هذا الابن العاقل إذا جاز التعبير. يعني لحد الآن في أدبيات هذا الحزب لا يؤمنون بشيء اسمه الدولة العراقية، يعني أكثر من مسؤول في هذا الحزب ظهر علانية على وسائل الإعلام ويقول أنا كردي ولست عراقي. طيب طيب أستاذ فائق، طيب أستاذ فائق عذرا، ما هو سر صمت الحكومة المركزية تجاه هؤلاء؟ شنو السر؟ ليس بصمت بقدر ما هو التعامل بحذر. نعم. لأن الغاية الأولى والأخيرة منه من حركاتهم تفتيت الدولة. اليوم قضية مثلا الوجود التركي، الاحتلال التركي، من أتى بتركيا؟ ليس الحزب الديمقراطي، يريدون جر الجيش العراقي لمواجهة الجيش التركي، يريدون جر الحشد الشعبي لمواجهة حزب العمال الكردستاني، وبالتالي الحذر هو الذي يسيطر أو هو المعيار في تعامل الدولة الاتحادية مع هذا الحزب، ليس صمت خوف ولا ريبة ولا أنه والله لازم يشي على الدولة الاتحادية.